بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق كلام الشيخ رحمه الله عن أن الفضل في الاجتهاد في مشابهة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أي طائفة وأمة من الناس كان المتشبهون بهم، ثم قال رحمه الله: وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أو أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام من الشيخ رحمه الله كثيرا في قضية فضل العرب أو جنس العرب على جنس العجم، لما جبل الله عليه العرب من الأصالة في لسانهم وفي أخلاقهم وفي بيئتهم، وما أنزل الله عليهم من الكتاب وبعث فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، اختيار الله لهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وإنزال الكتاب بلسانهم وإنزاله عليهم، هذه ميزة عظيمة. ولكن ليس معنى هذا أن العربي يفتخر على غيره من العجم أو غيرهم، فإن الافتخار بالنسب أو بالبلد أو بالقبيلة أمر مذموم، والمطلوب التواضع كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والفخر هو التمدح بأمر واقع وموجود، فلا يجوز للإنسان أن يتمدح بنسبه أو ببلده. وأما البغي فهو تطاول على الناس من غير سبب، من غير سبب، فهذا بغي وتعدي على الناس. الحاصل أن الإنسان لا يتعدى على الناس لا بسبب ولا بغير سبب، وإنما يلزم العدل والتواضع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بغير حق، إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل
لا هذا ولا هذا. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين، الافتخار والبغي. الافتخار قد يكون له سبب صحيح، ولكن هذا السبب لا يقتضي أن صاحبه يفخر ويعجب بنفسه، كالعربي الأصيل لا يحق له أن يسخر من العجم. وأما البغي فهو الاستطالة بغير سبب، لأن هذا لا أساس له، فهو وقد نهى الله عن البغي في آيات كثيرة من كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى حرم البغي على الناس والاعتداء عليهم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فالبغي مذموم مطلقا. نعم، صلى الله عليكم. قال: فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة، مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا. نعم، من يذكر فضل العرب عموما أو فضل قريش أو فضل بني هاشم خصوصا، فإذا كان قصده من هذا البيان كما جاء في كتاب الله سنة رسوله من أهلية العرب للفضل، فهذا لا بأس به. أما إذا كان غرضه من ذلك أن يمدح نفسه فهذا مذموم، هذا هو المذموم، لأن هذا معناه الافتخار، لأن هذا معناه الافتخار على الناس والبغي على الناس بغير حق، والمدار على قصد الإنسان. إن كان قصده بيان الحق والتمييز بين الجنسين كما ميز الله بينهما، وهو من التحدث بنعمة الله، فهذا لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، من باب التحدث بنعمة الله، ونفي التفاخر به، من باب التحدث بنعمة الله وبيان الحق في ذلك، لا من باب أنه يفتخر ويستطيل على الناس. أما إذا كان قصده من مدح العرب أو مدح قريش أو بني هاشم إن كان منهم، قصده من ذلك أن يمدح نفسه، هذا هو المذموم، لأن هذا معناه الافتخار. نعم، السلام الله عليكم. قال: لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. نعم، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، وهذه هي القاعدة التي كررها الشيخ رحمه الله، أنه ليس معنى كون العرب أفضل من العجم جنسا أيقتضي أن أفراد العرب أفضل من أفراد العجم، فقد يكون في أفراد العجم من هو خير من كثير من العرب، فرب حبشي يكون أفضل من كثير من العرب، مثل بلال الحبشي رضي الله عنه، رضي الله عنه، فإنه من سادات السابقين الأولين والمهاجرين ومن أفضل المسلمين، رضي الله عنه، ولم يضره أنه عجمي وأنه حبشي، ولم ينفع أبا جهل وأبا لهب وأضرابهما من صناديد الكفرة أنهم من صميم العرب وأنهم من قريش، لم ينفعهم ذلك. نعم، صلى الله عليكم. قال: ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. نعم، قال: ثم هذا النظر، النظر منه في جنسه، يوجب نقصه وخروجه عن هذا الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. نعم، إذا افتخر الإنسان بنفسه فهذا يدل على نقصه، وهو يظن أن هذا يدل على كماله، بل هو يدل على نقصه ونقص عقله، فإن العاقل لا يفتخر على الناس ويستطيل على الناس، وإن كان قد فضله الله بشيء فإن واجبه أن يشكر الله وأن يتواضع. نعم، وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم،
فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله والتشبه بمن فضل الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. لا يقتضي كون العجم أنقص من العرب أن العجمي ييأس من الكمال ومن التقدم فيترك الأسباب النافعة من الإيمان بالله ورسوله وتعلم العلم النافع، فإنه إذا أخذ بهذه الأمور صار من السابقين ومن المقدمين، كما حصل لسادات من الصحابة من العجم كبلال وسلمان الفارسي وغيرهما وعمار بن ياسر وغيرهما من سادات السابقين الأولين، لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح ولم يضرهم أنهم من العجم أو أنهم ليس لهم نسب عربي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا إذا قلنا إن العرب أفضل من العجم لا يصيب العجم إحباط من هذه المقالة فيترك الفضائل ويقعد وييأس من الكمال، بل يسعى في الكمال، وإذا حصل أسباب الكمال فإنه يكون كاملا، الكمال النسبي، الكمال النسبي لا الكمال المطلق، فإن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يكون فيه كمال نسبي. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع الديوان وهو الكتاب الذي فيه أسماء الناس وإعطياتهم من بيت المال وما رتب لهم من بيت المال من الحقوق التي جعلها الله لهم، اقترحوا عليه أن يبدأ بنفسه لأنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين فيكون أول من يكتب في الديوان، فقال: لا، ضعوا عمر حيث وضعه الله، وكان من بطن متأخر في قريش، فقدم المتقدمين من قريش من بني هاشم ومن يليهم حتى وصلت نوبته رضي الله عنه، وهذا هو العدل، وليس العبرة بالمنصب ولا بالوظيفة، وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه أي عمر رضي الله عنه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. نعم، هو في الفضل من سادات السابقين الأولين من المهاجرين، هذا في الفضل. أما في النسب والاستحقاق من المال فهو في موضعه الذي ذكره رضي الله عنه في بني عدي، وبني عدي بطن متأخر من بطون قريش. نعم. هو حين كتب الديوان وأعطى الناس عطيات من بيت المال. نعم. إذن هذا حل إسلامي للبطالة والحقوق. هذا ما في شك أن الإسلام ما ترك شيئا إلا وقدم له حلا، ومن ذلك البطالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البطالة والكسل وأمر بالعمل وطلب الرزق، هذا بلا شك. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. نعم. العرب اسم لكل ما سيأتي أن العرب اسم لكل من تكلم العربية وصارت له لسانا واستوطن بلاد العرب أو نطق العربية ولو لم يكن في بلاد العرب، فإنه يكون
عربيا يعني عربي اللسان، وإن لم يكن عربي النسب. فالعربية قد تكون في النسب، وإن كان قد استعجم الشخص صار أعجميا، وقد تكون باللسان وإن كان قد تعرب الشخص وصار عربي اللسان. فهذا ضابط العربية، أنها من جمع بين أمرين: النسب العربي واللسان العربي، وسكن في بلاد العرب. نعم. والعجم هذا عام لكل من ليس بعربي، ولكنه غلب على إطلاقه على الفرس الذين سبقوا العجم في الإسلام، كسلمان الفارسي رضي الله عنه، ومن سار على هذا المنوال في العلم والعمل الصالح، كما قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هم هؤلاء أشار إلى سلمان الفارسي، وكان حاضرا في المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم بالثريا، وفي رواية: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني فارس، وفارس قسم من العجم وليس كل العجم، لكن صار إطلاق العجم عليهم حقيقة عرفية لا حقيقة لغوية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فصار إطلاق العجم على الفرس خاصة حقيقة عرفية تعارف عليها الناس، وإن كان لفظ العجم عام لكل من ليس عربية. بعربي. نعم. قال: واسم العربي في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف. نعم. هذا ضابط من يسمى عربيا ومن يسمى عجميا. نعم. أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية. نعم. والثاني أنهم كانوا من أولاد العرب. والثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب، وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام. نعم. فالعربي هو من استجمع هذه الثلاث: اللسان العربي، والوطن العربي، والنسب العربي. قد تكون فيه الثلاث كلها، وقد يكون فيه واحدة منها فهو عربي حينئذ. ثم حدد الشيخ رحمه الله بلاد العرب، وهي من حجر اليمن جنوبا إلى أوائل بلاد الشام، وليس كل بلاد الشام، وإنما أوائلها، أوائل بلاد الشام مما يلي بلاد العرب، هذا من الشمال، ومن الغرب بحر القلزم، وهو البحر الأحمر المسمى الآن البحر الأحمر، إلى بحر البصرة وهو الخليج الفارسي الذي كان يسمى في السابق الخليج الفارسي، وصار يسمى بحر العرب أو بحر البصرة أو الخليج العربي. نعم. قال: بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام. تدخل اليمن في بلاد العرب، فالعرب فاليمن عرب أصلاء، ولا تدخل فيها بلاد الشام لأن بلاد الروم، وإنما أوائل بلاد الشام يدخل. نعم. وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله. في هذه الأرض التي حددها الشيخ في هذه الحدود كانت العرب قديما قبل الإسلام وبعد ما جاء الإسلام، ولهذا تسمى جزيرة العرب، تسمى هذه الجزيرة جزيرة العرب. نعم. قال: فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية. لما كانوا في قبل الإسلام محصورين في جزيرة العرب، ولما جاء الإسلام وانتشرت الفتوح، انتشر الإسلام في المشارق والمغارب، فالعرب انتقل كثير منهم إلى البلاد الأخرى من بلاد فارس والروم، واستوطنوها وانتشروا فيها، ولا يمنع هذا أنهم عرب وإن استوطنوا بلاد العجم، كما أنه لا يمنع من استوطن بلاد العرب من العجم أنه عجمي في الأصل. نعم.
قال وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم التي هي خارج جزيرة العرب. نعم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره مع ما دخل في لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما. ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. يعني بلاد العجم لما انتشر فيها العرب واستوطنوها بموجب الفتوح الإسلامية وانتشرت فيها العربية، لأن العرب نقلوا معهم اللغة العربية، والقرآن فرضها على الناس، لأن القرآن باللسان عربي مبين. فبلاد العجم بعد ذلك منها ما غلب عليه العربية ومنها ما بقي على عجمته وغلبت عليه العجمية وإن كانوا مسلمين. نعم. قال فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء وإلى ما هو عربي انتقالا وإلى نعم. ما هو عجمي. ما هو عربي ابتداء هو جزيرة العرب، وإلى ما هو عربي انتقالا وهو ما سرت إليه العربية من بلاد العجم، وإلى ما هو عجمي، وإلى ما هو عجمي باق على عجمته وهي بقية بلاد العجم التي لم تنتقل إليها العربية. نعم. قال وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام، قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا أو لسانا لا دارا أو دارا لا لسانا، وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما، وقوم مجهول الأصل لا يدرى من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما. نعم. انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم ما هو عربي باللسان وبالدار، عربي باللسان وبالدار، ومنهم ما هو عجمي باللسان وبالدار أو عجمي بالدار دون اللسان أو عجمي بالدار دون اللسان. العرب كذلك منهم عربي باللسان وعربي بالدار وعربي باللغة، عربي باللغة ولو لم يكن في بلاد العرب. ومن العرب من صار عجميا بل قد يكون من بني هاشم لكن أخذ اللغة الأعجمية وترك العربية وصار أعجميا. نعم. انتقالا. نعم. كما أن من العجم من صار عربيا انتقالا فكذلك من العرب من صار عجميا انتقالا. نعم. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام، قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. هذا كما سبق أن العرب والمتعربين، العرب هم العرب الأصل في اللغة والوطن والنسب، هذول العرب الأصل، ومنهم من هو متعرب بالدار وأصله أعجمي، ومنهم من هو متعرب باللسان فقط، وكذلك العكس العرب، منهم من هو متعرب عربي أصلا ومنهم ما هو مستعرب ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا. نعم. قال وهذان القسمان أي من تعلموا اللغة العربية من العرب أو اعتادوها ثم اعتادوا غيرها ثم تعلموها، منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. نعم. هو كما سبق، منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمية ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا، وغالب علماء الفرس علماء العجم هم ممن كانوا عجما في الأصل ثم صاروا عربا باللغة والدين، ومن ذلك أئمة العلم وكبار المحدثين والمفسرين هم من هذا النوع، ممن كان أصلهم عجميا ثم تعربوا باللغة وبالدين وبالوطن. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.
تكرم بالشرح والبيان صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.